بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. نعمة وبركة وسلام ليكم جميعا. معاكم سرية في الجزء 11. الجزء اللي فات احنا كنا وقفنا عن ان انا شفت المسيح للمرة الخامسة في حياتي، بس المرة دي كانت مختلفة لان هو ما جاش وشافني على جبل او في كنيسة او كده، لا ده جه واخدني من الارض وخدني فوق في السماء. وهنا كانت الأمور مختلفة لأنه كان في مجد، يعني زي الكوكب المنور، كان الصورة كانت حلوة قوي وكانت جميلة قوي وكانت مختلفة عن المرات اللي فاتت. أنا بتكلم عن اللي سمعته واللي شفته واللي لمسته بإيدي، لأن هو قال أراكم فتفرح قلوبكم. هو اللي بيجي يشوفنا، مش احنا اللي بنروح نشوفه. هو اللي سأراكم، وهو اللي بيحدد الميعاد ان هو يشوفنا امتى. اراكم فتفرح قلوبكم، ده بيرجعني بسرعه لتوما. ناخد بالنا ان توما شاف المسيح في اليوم الثامن بعد القيامه، لكن في اليوم الاول بعد القيامه التلاميذ كلهم شافوه. واحنا هنا ده بيرجعني وبخليني اخد بالي ان توما احنا على الدرجه رقم 8 من تلاميذ المسيح. توما من ضمن معاني أسمائه التوأم. يعني إيه التوأم؟ لما بشوف اتنين توأم ما بعرفش أفرقهم من بعض. فربنا عايز بيرجع لي صورتي اللي هو خلقني عليها، بحيث إن الإنسان يعكس صورة ربنا. طيب أنا بعكس صورة ربنا بالضبط فين؟ في الروح. إحنا اتكلمنا زمان عن الجسد والنفس، لكن ما اتكلمناش عن الروح لما سقطت، إن هي انطفت. فلما ربنا بترجع تاني صورته فيا، هو بيرجع ينور الروح دي جوايا. فاحنا بنبدأ نعكس صورة الله، وبنبدأ نعكس نور الله الداخلي، فالروح بتاخد من نور ربنا وبتعكسه. في الجزء بتاع الاستنارة، يعني الروح رجعت ان المسيح بيكوكب صبح جوايا بيخليني اعكس كمان بروحي النور بتاعه. احنا كنا عندي يساكر، ويساكر دي معناها الاحتمال. في الاحتمال كان أبونا يعقوب أبو يساكر، كان مع يساكر عنده رمز الاحتمال، كان بيديله الحمار. يعني لازم الإنسان يحتمل زي الحمار، بس ده مش من الناحية العقلية، لأن العقل بتاعتنا بيكون جواها استنارة. وكان معانا يعقوب الرسول أي حل محل، وهو اسمه يعقوب أخو الرب. أخو الرب دي يعني هنا فيه البنوة، الدرجة دي هي الدرجة اللي عليها البنوة، فبقي هو أخو الرب. لأن المسيح كان بكر بين إخوة كثيرين، ومن أوائل الأشخاص هو يعقوب أخو الرب اللي أخذ اللقب ده بالظبط. وبكده معناها أن كنيستك جواك كنيسة مستنيرة، يعني روحك اللي جواك أصبحت روح منورة. ده اللي أنا عايزة أوصل له، إمتى الروح هتنور؟ لما يظهر فيها كوكب الصبح وبتاخد البنوة. أنا عايزة أرجع بسرعة. إحنا كان في الجزء بتاع البرية، الجزء بتاع موسى، كان موسى مشي 32 محطة، يعني وقف على بلد، وشفنا فيه الجزء البرية إيه أسماء الـ 42 بلد اللي وقف عليها، وإيه معناها، وإيه ارتباطهم بالجزء بتاعنا. النهاردة عايزة أقف عندي يشوع، لأن أقدر أكمل مشوار الحياة بعد موسى. موسى ما كانش يعرف، ما كانش ينفع يدخل بينا للخلاص، ففي الحالة دي بدخل مع يشوع. يشوع اسمه هو اسم يسوع، يعني لازم ابتداء من هنا، مش الناموس اللي هيكمل معايا المشوار. المسيح بصفة شخصية لازم يدخل ويكمل معايا مشوار الحياة. ولما كنا شفنا يشوع كان جنبه كالب، ومعنى كالب هو القلب، يبقى قلبي هيمشي مع المسيح. اسمحوا لي نقف شوية قدام يشوع. يشوع معناه الله مخلص، أو يهوى هو الخلاص، بس الخلاص هنا هو المسيح هيجي يقود حياتي ويوصلني الميراث الأبدي. أول مرة سمعنا فيها عن يشوع كانت في رفيديم، ودي معناها متسعات وراحة عشان أوصل للراحة. وكان بيحارب عماليق، وده بيمثل الشيطان، أي المحارب اللي بيحب يحاربني وخلاص بدون سبب. سفر يشوع بنسميه سفر الحروب والنصرة، وهو كمان بنسميه سفر الراحة، لأن الأرض مش هترتاح من الحرب إلا بعد الحرب. سفر أمانة الله، لأن أمانة الله ما بتقفش على أمانتي. هو سفر الطاعة، لأن ما فيش نصرة بدون طاعة ولا تمتع بالميراث خلال العصيان.
إيماننا بنعمة الله المجانية يجب أن يلتحم بالطاعة فيعلن هذا الإيمان الحي العامل بالمحبة. هو صورة حية للخلاص إن إحنا بنطرد من قلوبنا الرجاسات، إن نتحرر من سلطان الخطية، بنطرد الملوك اللي جوانا ونهدم الحصون بتاعة الملوك دي جوانا. بالضبط زي المسيح لما طرد الباعة من الهيكل قبل دخوله أورشليم وقال لهم بيتي بيت الصلاة يدعى وأنتم جعلتموه مغارة لصوص، هو كان بيكلم عن البيت الداخلي اللي جوه قلوبنا كلنا. لازم أطرد اللصوص. لما طرد اللصوص وزحف يشوع لأرض الموعد، راح اختار جبل اسمه عيبال وراح بنى عليه مذبح وكتب على الحجارة نسخة من التوراة. مين الملوك المفروض أطردهم واللي طردهم يشوع؟ العناقيين، العناقيون، ودول من العنق وجاية من العنق لما كان بيقول عليهم صلب الرقبة، يعني شعب معاند ومليان بالشهوات. الرفائيين بتعني أمهات متراخية، يعني بيدل على كسل الشعب ده. الأموريين هو الأمر الآمر بالشيء، ودول المتسلطين. الجبعونيين هم عن تل، ودي كانت مدينة خمور وعزيمة وكانت مليانة بالفرح بالشر. الحيويين اللي هي قرية من الخيام، إن الإنسان هنا غريب بس بقى مش غريب عن الأرض، لا ده غريب عن شعب الله. الحيسيون المستوطنين في الجسد. اليابوسيين لازم يدوس بالأقدام على كل نجاسة جوانا. الفريزيون هي الثمر الكتير ودي ثمار الخطية. الجرجاشيون الإنسان الغريب القريب اللي زي يهوذا اللي مع المسيح لكن في نفس الوقت إيه هو الغريب في وسطهم، وده الرياء، بيمثل الرياء. العناد يبقوا الخطايا، العناد والشهوات، الكسل، التسلط، العظمة، عدم الانتماء لشعب ربنا، الاستوطان في الجسد، النجاسة. ثمار الخطية مثلا زي الغضب وحب المال والحقد والإدانة والنميمة وكمان الرياء. طيب في عبور نهر الأردن نلاحظ كان عمل يشوع استعداد للشعب عشان لأن لهم تقدسوا لأن الرب يعمل غدا في وسطكم عجيب. الصعود خد بالكم إن إحنا لما المسيح جه وخدني وأصعدني للسماء كان في قبلها برضو ثلاث كنايس على ثلاث مراحل مختلفة. اللي عايزة أقوله كمان نقطة مهمة قوي، لما بيروح يشيل التابوت على الأكتاف يعني معناها أنا حاطط ربنا جنب راسي، يعني بقول له ايه راسك براسي، يعني انا لسه موجود يا رب وانت كمان لسه موجود. لما الروح القدس نزلت على المسيح في يوم المعمودية دايما بنجيب الروح القدس وتقف على كتف المسيح لانهم متساويين في الجوهر، لانهم اقنومين متساويين وليهم نفس الجوهر. انا هنا عايزة اقول له انا راسي براسك، احنا صحيح اتنين اخوات لكن انا موجود يا رب وانت موجود، انا لسه ما دبتش جوه المسيح وقلت لا أحيا لا أنا بل المسيح يحيا فيه. لحد عبور نهر الأردن هو موجود وأنا موجود. لما نقارن العبورين بين البحر الأحمر ونهر الأردن الحقيقة في كذا حاجة، بس أنا عايز أركز على حاجات معينة. إن في عبور البحر الأحمر أنا بخلع الإنسان العتيق، في عبور نهر الأردن أنا بلبس الجديد لأن الناموس بموسى أعطى لكن النعمة والحق فبيسوع المسيح صار، فأنا بألبس النعمة وبلبس الحق اللي بيسوع المسيح. في العبور الأولاني ما أخدوش معهم ذكرى، يعني ما أخدوش حجارة من قاع النهر، لكن في العبور الثاني أخدوا معهم 12 ودول بيمثلوا ال 12 تلميذ، إن إحنا انطلقنا من خلال العبودية وخرجنا بال 12 سبت ال 12 تلميذ ووضعنا ال 12 سبت في نهر الأردن. العبور الثاني كمان بتبقى المية عند المنبع واقفة في العلاء، بتشير لارتفاع النفس المؤمنة عشان تحيا في السماويات وان هي ما بتنحدرش للبحر الميت. ان الروح القدس لما بيجي عليا بيوقفني وبيديني الحياة فانا ما بنحدرش خالص لاتجاه البحر الميت ده تاني خالص. يبقى انا بدخل ب 12 سبت وبخرج ب 12 تلميذ ونفسي بترتفع عشان تحيا في السماويات. اللحظة اللي بيخرج فيها من نهر الأردن هي اللحظة اللي بيدخل فيها للأبدية. الأسقف قيصيروس، أنا بس بحط لكم تأمل ليه برضو، إن الـ 12 حجر اللي جاءوا بها إلى القاع إنما هي أباء العهد القديم،
لكن 12 حاجه اللي خرجوا بيهم خرجوا بالتلاميذ وراحوا للجلجال. الجلجال معناها دحرجه، يعني الله بيدحرج عني الخطيه، بينزع عني عار الخطيه وبيدخل بيا لدايره الابديه. انا بقول المعموديه بقف على حرف دايره الابديه، زي الملاك اللي دحرج الحجر من على قبر المسيح، ومعناها انه نزع عار الخطيه للبشريه، وان هو بيبدا بقلوبنا من روح الجلجال ارض الموعد عشان نلاقي لنفسنا مكان بين الحجارة الحية، مدركين قوة السيد المسيح العاملة فينا اللي هترفعنا من مجد المجد وهتدخل بينا إلى أعماق أعماق السماويات. وهو ده النمو في الحياة الروحية مع ربنا. الحاجة التانية، لما عبر يشوع ظهر ليه جند الرب ليه شجاع وقال له انزع نعلك لان الارض اللي انت واقف عليها ارض مقدسه. هنا بدات يظهر ظهور الملائكه من اول ما انت بتحط رجلك او بتخرج من نهر الاردن. وبدايه الحياه الروحيه دي اخلع نعلك من رجليك. هل فكرنا ان ارضك المقدسه دي هي ارضك انت اللي انت واقف عليها؟ يعني ده جسدك زي ما قال كده لموسى اخلع نعليك، وجه قال لي يشوع. والمسيح برضو قبل ما ياخدهم وقبل الصليب انحنى وغسل ارجلهم. ما بناخدش بال ان هو ده نوع من التقديس، امال ازاي من غير ما اخلع نعلي ابقى حازين ارجلكم بانجيل السلام؟ ما انا مش هنفع اعمل حازين ارجلكم بانجيل السلام من قبل ما اكون ارضي، يعني جسدي، يعني انا كانسان اكون خلعت العالم من رجليا وخلعت طبعا كل الخطايا من رجليا. يشوع رايح يقود شعب، طب هو هيروح يقود الشعب ده ازاي اذا ما كانش هو القائد الاول يكون متعلم هيمشي ازاي وهيروح ازاي؟ اذا كان هو ما خلعش الخطيه من رجليه هيقدر يقود شعب علشان يخلع الخطيه من رجليه او يخلع العالم من رجليهم؟ القياده ما فيش حاجه اسمها، والا يبقى اعمى يقود اعمى يسقط كلاهما في حفره. فالقائد طبعا هو هنا بيمثل المسيح اللي هو القائد الأعظم لينا كلنا. اتفضلوا نروح على الكنيسة بتاعتنا. الكنيسة النهاردة هي كنيسة ساردوس. أي بقية؟ بقية يعني في بقية دايما قاعدين مع ربنا، ربنا بيحافظ عليهم. زابلون يعني مسكن، يعني المسكن النهاردة بتاعك جاهز وأصبحت الروح اللي جواك منورة، ومن هنا هتبدأ تنطلق بالخدمة والكرازة. وعندنا سمعان الغيور، هو الشخص المستمع لأمر الله بغيرة على اللي جواه وعلى ميراث ربنا اللي جواه قلوب الناس عشان كنيستك تبقى حي. يقوله الرب الذي له سبعة أرواح الله وله السبعة كواكب. قلنا السبعة كواكب ممكن تكون السبع ملايكة الأرضيين أو السمائيين اللي هيجي يمشوا معايا المراحل السبعة في حياتي. والذي له سبعة أرواح الله، سبعة أرواح الله يعني أغلب الآباء اتفقوا ان دول السبع رؤساء الملائكة الواقفين امام العرش، وده بحسب سفر الرؤيا واحد وحسب سفر الرؤيا اصحاح اربع. هما السبع رؤساء الملائكة، هما المصابيح المنيرة امام عرش الله، وهما بياخدوا النور بتاعهم من نور الله، وبيجوا هما بيبقوا المرسلين او الرسل او الملائكة اللي جايين لينا احنا كبشر، وبيجونا دايما برسالة أو بسندة أو بوقفة أو بشفاعة أو بصلوة. يعني هما دول الملائكة. هاخد الملائكة، هقف قدام الملائكة، هاخد الملائكة من موسوعة الأنبا غرغوريوس الجزء 19 ومن كتاب عقائدنا الأرثوذكسية كتاب السماء والحياة الأبدية لأبونا بشوي حلمي، وهاخد كتاب علم اللاهوت لأبونا ميخائيل مينا الجزء الثاني عشان عايزة أركز مين هم الملائكة. الملائكة كلمة ملاك معناه رسول، يعني مرسل من الله وبيحمل رسالة. إيه طبيعة الملائكة؟ هي أرواح نورانية سمائية جميلة بلا أجساد كثيفة، لكنها حقيقية وأخد بالي غير مادية، لأن بيوجد جسم حيواني ويوجد جسم روحاني، وده في رسالة كولوسي الأولى إصحاح 15. الصانع ملائكته رياحا وخدامه نار ملتهبة. الملائكة كائنات حرة عاقلة خالدة، لا جنس بينهم، لا يشيخون، محدودين مكانيا، ذات قوة وقدرة، ذات معرفة واسعة وعميقة ولكن محدودة.
طقمات الملائكة اتفقوا الآباء إن هم 3 رتب. الموجودين دائما مع الله وبيمثلوا الحب الإلهي هم العروش والكاروبين ذوي المعرفة والسرافيم ذوي 6 أجنحة. الرتبة الثانية السلاطين القوات السيادات. الرتبة الثالثة الرئاسات ورؤساء الملائكة والملائكة. الحقيقة أنا عايزة أحدد، يعني هركز على الرتبة الأولى وهركز على الرتبة الثالثة رؤساء الملائكة. الرتبة الأولى بيمثلوا الحب الإلهي اللي هم ما بيسيبوش الحضرة الإلهية خالص وعايشين في تسبيح ربنا. السرافيم معناها محرقة أو متقدة بالنار، وهم اللي بيرمزوا للحب الإلهي وعملهم عمل التسبيح الدائم. عشان كده بقول لك ذبيحة المحرقة هي ذبيحة الحب الإلهي والتسبيح الدائم، العبادة المستمرة لله. الكاروبيم ولا الشاروبيم كلمة عبرية معناها ملء المعرفة، وهم دول اللي ليهم عيون كتيرة، فهم بيمثلوا المعرفة وهم حامل العرش. طقمة العروش والكراسي مشتقة من العلا والرفعة. طبقة الكراسي بترمز لحلول الله. في عندنا 24 قسيس شيخ جالسين متسربلين بثياب بيض وعلى رؤوسهم أكاليل من ذهب. كلمة جالسين رمز الكرامة والاستقرار والملك. الثياب البيض رمز النقاء والقداس. أكاليل الذهب رمز النصرة والغنى والكرامة. في 4 حيوانات، 4 كائنات الحية الحاملة عرش الله. شبه وجوهها وجه إنسان ووجه أسد ووجه تور ووجه نسر. دول بيمثلوا المسيح، والأناجيل الأربعة بيمثلوا المسيح. متى بيمثل وجه الإنسان المسيح المتجسد والميلاد، مرقس الأسد الملك والقيامة، لوقا الذبيحة، والنسر الطائر بيمثل الصعود. أنا عايزك كإنسان أنت تأمل خاص، خليك إنسان في وسط المجتمع، خليك أسد مع نفسك لأن حاكم نفسه خير من حاكم مدينة. خليك الطور يعني الذبيحة في وسط أسرتك وكنيستك، والنسر طير بروحك وحلق في أعلى السماويات عشان تتحد بالله. أمام العرش كان في 7 مصابيح نار متقدة، هم 7 أرواح الله الملائكة. الأول ميخائيل، معنى اسمه مين زي ربنا، هو المحارب. جبرائيل قوة الله وهو المبشر والمعلن. رفائيل الله الشافي، هو مفرح القلوب. سريال الله صخرتي وهو المبوق. التلاتة التانيين سدقيال سراسيال أنانيال وما نعرفش عنهم حاجة كتيرة، وهم تدفعصون الخدام المنفذين لأوامر الله والمطيعين أمره عند سماع صوته. دول بيسمعوا صوت ربنا فبينفذوا مشيئة الله فورا. الرسالة دي عايزة الخادم يبقى زي الملاك، بس بكل أسف أنا عارف أعمالك إن ليك اسم إنك حي وإنت ميت. الخادم الظاهر إنه حي بمظاهر الخدمة من زينة الكنايس، استرضاء الناس، التظاهر بالورع، المدبر، رسم المشاريع، جمع الإحسانات للفقراء، لكن جوهر خدمته ميت. إيه جوهر الخدمة بتاعتي؟ افتقاد الرعية، التعليم المستقيم، إنارة الأذهان، أشدد الضعيف، أدور على الخروف الضال. طيب ما لو خدمة وقفت على الجزء الأولاني المظهرية وبس، الحاجات دي كلها مهم إن أنت تعملها، لكن لو ما كانش فيه الجزء التاني في الخدمة اللي هي في جوهر الخدمة يبقى أنت ميت مش حي. أنا عارف أعمالك إن ليك اسم إن أنت حي وإنت ميت. يبقى إيه؟ عرفنا كده إن الخادم هو الخادم اللي يدور على عمق الخدمة، يعمل الحاجات الخارجية دي واللي موجودة وينفذها لكن عمق الخدمة لازم يكون موجود. كن ساهر على نفسك وإصلح أخطائك، شدد ما بقي الذي هو عتيد أن يموت، لأن عدو الخير يحاول أن يميت البقية. لأني لم أجد أعمالك كاملة أمام الله، أعمالك الشخصية وثمر إيمانك، أعمالك الرعوية كوكيل أمين عليهم، أعمال رعيتك هي مقياس نشاطك وتعليمك. أذكر كيف أخذت وسمعت واحفظ وتوب. أخذت الأمانة والوكالة والكهنوت والخدمة،
احفظ انك تكون قدوة بحسب الكتاب المقدس. افتقاد الرعية، احفظ ما سمعت وتب. لو انت ما سهرتش وما اخدتش بالك هاجي خالص. دايما احنا مش بنعرف نهاية حياتنا ونهاية خدمتنا بتبقى امتى. عندك اسماء قليلة في سردس لم ينجسوا ثيابهم فسيمشون معي في ثياب بيض لانهم مستحقون. فيه بقية ماشية في ثياب بيض رمز النقاوة والقداسة، هيستمتعوا بنصيبهم في المجد وفي موكب النصرة. باركوا الرب يا ملائكته المقتدرين قوة الفاعلين أمره عند سميع صوت كلام. دي شروط الخادم الأمين زي سمعان الغيور، أسمع صوت مشيئة ربنا، أنفذ في الحال بأمانة وقوة وغيرة، أكون زي الملائكة وأرجع المجد لربنا مش أخده لنفسي، عشان الله العامل في الكنيسة هيكون هو سبب في شفاء نفسي وشفاء الناس بالنعمة، وعشان كنيستي تبقى كنيسة حية، سواء كانت كنيستي أنا الداخلية أو الكنيسة الخارجية في وسط الشعب اللي أنا بخدم به. خد بالك إن الشعب ده هو اللي بيظهر يعني تعليمك، هو اللي هيوصل خدمتك أنت علمت إيه، واللي هيغلب هيلبس ثياب بيض ولن أمحو اسمه من سفر الحياة، وهعترف باسمه فين بقى المرة دي؟ أمام أبي وأمام الملائكة. الخادم الأمين والبقية القليلة بيكتب اسمه في سفر الحياة ويكون معروف عند الآب، وسيحسب في مجمع النورانيين. كلمة البقية دي احنا سمعناها كمان في مع إيليا النبي لما كان بيكلم ربنا، بيقول له إن إيزابيل قتلت كل أنبيائك وبقيت أنا وحدي، فربنا قال له لأ، فيك تاني أنبياء وموجودين، لأن الله بيحافظ على أبنائه، وساعتها عدد الأنبياء بالركب المنحنية أمام الله. يبقى الخادم أمين لازم كمان يكون ليه ركب منحنية أمام الله، يعني صلاة، يصلي من أجل نفسه ومن أجل الخدم. ندخل بقى الجزء البراتيك عشان نشوف الموضوع هنا ازاي. الموضوع هنا بمنتهى البساطة، بعد ما انا شفت المسيح للمرة الخامسة انا قررت ان انا بيع المحل بتاعي وان انا هركز دماغي في الخدمة. وفي الحالة دي طلبت من جوزي، فطبعا هو رحب جدا، وبالحقيقة هو بيحب ربنا قوي، فلما بيلاقيني عايز اعمل حاجة لربنا وللخدمة ما بيعرضش. بعنا المحل، عايز اديكم بس يعني عشان عايز ابيع المحل بسرعة. المحل انا كنت مخليه المحل على اساس ان هو مكان انا بنفرد بيه، يعني قعدت فيه حوالي 15 سنه مش بشتغل فيه زي ما قلت لكم تقريبا لوحدي مع بعض الفترات اللي كنت باخد فيها ناس، لكن كانت اهم حاجه عندي هي نعمه ربنا. في الفتره دي ظهرت حاجه عجيبه جدا، لقيت ان شعب في شمال باريس اختاروا كنيسه، يعني اشتروا كنيسه في شمال باريس، والكنيسه دي كان اسمها الانبا موسى والانبا صمويل المعترف. وده بيرجعني للجزء الرابع اللي انا كنت بقول لكم فيه لا اموت بل احيا. الكنيسه دي هي الكنيسه اللي انا كنت شفتها انفات في سنه 1983 في الجزائر في الرؤيه الاولانيه لما كنت حامل في ابني. الكنيسة دي ما ظهرتش على الأرض غير سنة، هم اشتروها سنة 2000 على ما عملوا شوية ترافو يعني أعمال توضيب وكده، كانوا أخدوا مصنع وبدأوا يوضبوه عشان تبقى كنيسة. على ما طلعت الكنيسة بالمنظر اللي أنا شفته سنة 1983 كانت سنة 2003، يعني أنا الكنيسة دي في الآخر ما كانتش كنيسة موجودة على الأرض اللي أنا شفت فيها الرؤية من 20 سنة فاتت. طبعا اول ما دخلت الكنيسه وفوجئت بيها، طبعا بعد ما اتعمل فيها الشغل كانت بالنسبه لي مفاجاه. نفس الكنيسه بنفس شبابيكها اللي على اليمين العاليه لفوق الصغيره كده، والكنيسه صغيره والارضيه مدحرجه، يعني بالظبط 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 زي ما انا شفتها. العمل التاني كان جوزي بدا الحقيقه نفسنا يكون جنبنا كنيسه قريبه مننا بقى، يعني احنا تعبنا من المسافات، فجوزي بدأ يدور يقول طب احنا كمان عايزين ناخد كنيسة قريبة وربنا يبارك في الخدمة دي. بدأنا ندور فعلا، لقينا الأسعار طبعا غالية جدا، فسكتنا. فبصيت لقيت البابا كارولوس راجع بيقول لي انت كنت بتدوري على كنيسة؟ قلت له ايوه يا سيدنا. قال لي دلوقتي ما وقفتي ليه؟ فبقول له العين بصيرة والايد قصيرة. قال لي لا،
راح مشاور لي على مكان محدد في كولومب، برضو في باريس يعني قرب باريس، وقال لي أنا عايز الكنيسة في الحتة دي، ودي تقريبا كانت في المنطقة اللي احنا ساكنين فيها يعني قريب. فبقول له هنا يا سيدنا؟ قال لي اه. الكنيسة هتطلع في المنطقة دي يا سيدنا؟ قال لي اه. قلت له أخيرا أرضيت يا رب عن شعبك، رضيت يا رب عن أرضك. أنا بالنسبة لي المكان اللي بتطلع فيه الكنيسة هو المكان اللي ربنا بيرضى على الشعب ده. الحقيقة اللي حصل فعلا ان يعني بمنتهى البساطة رحنا أخذنا المكان، وطبعا كان ليها أحداث جميلة كتير. أنا طبعا لحد دلوقتي ده أنا ما كنتش بقول لأي حد ان البابا كارولوس بشوفه أو بشوف أي حاجة، يعني لأن الإنسان بيفضل مخبي على نعمة ربنا جواه وما يخرجهاش أبدا. أنا مش بقول لحد يقول على اللي جواك، أنا اللي خلاني النهاردة بطلع وبقول لأن ربنا عايزني أقول، وهحكي لكم قدام شوية لسه إزاي هو عايزني أتكلم وأقول على نعمة ربنا وعمل الله. الحقيقة البابا كيرلس كان بيركز معايا في الخدمة على كذا حاجة. أولا طبعا إحنا عرفنا إن الاحتمال لازم نحتمل زي يساكر، مش هقول لكم طبعا زي إيه، أنتوا فاهمين. الطاعة لازم أكون زي سمعان الغيور. الحقيقة قال لي حاجة تانية مهمة قوي، قال لي خليكي دايما شاكرة، يعني دايما نشكر ربنا على النعمة والبركة، لأن إحنا لما بندخل الكنيسة دايما برضو قال لي إحنا بنتعلم مش بنعلم. الخادم اللي يدخل يقول أنا داخل أعلم، لا اسمح لي، أنت داخل تتعلم. وده اللي أنا كنت بحسه دايما وكان بيركز معايا عليه البابا كيرلس، إحنا بنتعلم الصبر، بتعلم الاحتمال، بنتعلم الهدوء، بتعلم إن أنا وسع قلبي، بتعلم ان انا ما بصش، وركز لي عليها قوي، ما تبصيش على اخطاء الناس، حتى لو في اخطاء لخدام غير امناء ما تبصيش، مالكيش دعوه. علمني اعرف حدودي فين، ان احنا لما اقف اكون امام الله لازم اقف باتضاع، لكن لما اقف قدام الشيطان اقف بقوه. موضوع ان انا اعرف مكاني فين وحدودي فين، ما تدخلش فيما لا يخصني. الحاجة التانية برضو اللي يعني من الحاجات الجميلة اللي بتعلمها، ان الكل كنايسنا احنا بنحط الايقونات على الحيطان وبالذات من ورا وعلى الجنب، يعني دي معناها ان الكنيسة كلها امام الله كنيسة واحدة، نصها انتصروا ووصلوا للسماء وهم الايقونات دي، ونصها لسه بيجاهد وهو شعب الكنيسة الحالي اللي موجود عشان نوصل ملكوت السماوات. النص عشان كده دايما نحط القديسين، يعني المكان اللي بتنتهي بيه حيطان الكنيسة هو المكان اللي بتبدأ بيه الكنيسة المنتصرة. عشان كده بحط أيقوناتي للقديسين عشان نقول من هنا بداية الكنيسة المنتصرة. الحاجة التانية كمان في الفترة دي الحقيقة كنت برد مرة في رؤية شفت بابا الجسدي جاي بيسلم عليا وبيقول لي سوريا أنا مسافر السما. فبقول له بجد يا بابا؟ قال لي آه. وحسيت إن هو فرحان، فبقول له يا بختك يا بابا بالسما، ويا بختك إنك خلاص وصلت وهتدخل مع الكنيسة المنتصرة. الحقيقة سلمت عليه قلت له اجي معاك، قال لي لا انا عارف السكة كويس، انت هتخليكي، وطبعا خدي بالك بقى ايه من الاسرة. يعني سلمت على بابا وسافر السما. تاني يوم الصبحية بصيت لقيت طبعا بيتصلوا بيا من مصر عشان يقولوا لي بابا سافر السما. انا الحقيقة نفسي النهاردة اشكر البابا كيرلس على نعمته وبركته وعلى مساعدته وتعليمه وعلى وقفته جنبي. في حاجة تاني برضو حصلت كانت جميلة برضو، يعني يا رب يعني أكون بحاول يعني أفتكر الفترة دي قد إيه كانت فترة حلوة. في مرة كان البابا شنودة جاي يزور الكنيس، يعني مش جاي يزور الكنيس أسفة، كان بيمر على باريس ترانزيت، فكنا هنشوف البابا شنودة في المطار في فترة هيقعد 4-5 ساعات ترانزيت. الحقيقة أنا كان عندي خدمة كان مديهاني البابا كيرلس وكان لازم أروح أعملها،
هي كانت خدمة بسيطة بس ما كانش حد ينفع يعملها مكاني. المهم كلهم راحوا كده، ولما رجعوا بالليل طبعا بيوروني بقى الصور، وان هم مع ان هم كانوا مع البابا شنودة وان هم فرحانين. وخليكي انتي في الخدمة اللي انتي ماسكة فيها، ما تحبيش تتحركي. المهم في الاخر خالص جيت لما جيت انام بالليل، فبقول له كان نفسي اشوفك يا سيدنا على البابا شنودة. فلقيت البابا شنودة في رؤية برضو جاي بيقول لي اللي ما بيسيبش خدمته اللي ربنا بيقوله عليها انا اجيله لحد عنده. فبالنسبة لي الحقيقة كانت مفاجأة. حسيت ان هو قعد معايا مدة طويلة وبيأكد لي على كل حاجة البابا كيرلس بيأكد لي عليها. الحاجة الأخيرة عايزة أقول لكم، الرؤية كانت مع البابا شنودة، كانت والبابا شنودة عايش. عايزة أقول لكم اختيار البابا واختيار الأساقفة ده بيكون بنعمة من ربنا. الله هو اللي بيختار الأسقف بتاع شعبه في الفترة دي. عايزة أقول لكم خدوا بركة الناس، العمر قصير، العمر مش طويل وهيعدي بسرعة. بدل ما نقعد ننقد في بعض، ناخد البركة بسرعة لأنهم قديسين. وعايزة أقول لكم الأرض اللي ماشيين عليها ما تستحقش لمسة رجليهم. خدوا بركة الآباء، خدوا بركة الطاعة، ما تتدخلوش فيما لا يخصكم، زي بالظبط كده ما علمهاني البابا كيرلس. البابا كيرلس كمان قال لي لما اقول لك توصلي رساله لحد، دي برضو كانت حاجه، يعني لما تروحي تقولي لحد حاجه، انا بقول لك روحي قولي للشخص ده حاجه، تروحي تقوليها وملكيش دعوه بعد كده اذا كان هو هينفذ او ما هينفذ، هيعمل او ما هيعملش. هو كان بيعلمني الحقيقه ازاي اوصل الرساله زي ما هي، وبعد كده ما بعد ذلك لا يخصني. وده اللي كان دايما بيعلمهوني. وكان كمان بيعلمني يقولي لا تراقبوا الحصاد، يعني ما نبصش اي حاجه بعد كده. العامل في الكنيسه هو الله، واللي بيرعى شعبه هو ربنا. احنا بناخد بركة العمل اللي ربنا بيوكلنا عليه. الحاجة الأخيرة اللي أحب بقى، يعني هنا كان النهاردة كله عن السبعة أرواح الله، اللي هو ربنا عايزنا نبقى زي الملائكة، يعني نكون متأكدين من مثل الله، يعني ما فيش حد زي ربنا. الحاجة التانية بنعمل بقوة الله، الشافي هو الله، وإن الخلاص بيجي من ربنا. فدولة الأربع رؤساء الملائكة اللي احنا بنعرف أسمائهم. المبوق عايزة أقف قدامها، البوق هو كلمة الله اللي هي الرسالة اللي احنا بنبعتها لكل المسكونة، لكل الشعب. الحاجة الأخيرة في الخدمة، جت بقى فترة بعد كده لقيت نفسي يعني الحصاد كثير ولكن الفعل قليلون. فبقيت أقول له يعني بجد قلبي وجعني على الشباب وعلى الناس وعلى العدد كبيرة والخدام قليلين ومش عارفين نعمل حاجة، وفي ناس بتضيع وفي ناس بتروح. فلقيت نفسي كذا مرة بركع في الأرض وبقول له يا رب قلبي وجعني على شعبك، يا رب قلبي وجعني على أولادك وولادنا، من فضلك وأرجوك اعمل حاجة، أرجوك اتصرف. الحقيقة هنا كانوا بيعملوا اللي عليهم، يعني أنا مش يعني. المهم لما تكرر الموضوع ده كذا مرة، بصيت لقيت نفسي في رؤية بالليل ركعة بصلي في الكنيسة، لكنيسة ماريمينا وأبو سيفين والبابا كيرلس. فأنا ركعة في وسط الكنيسة، أفاجأ إن يعني راكع جنبي وبيصلي ماريمينا العجيبي. فبقول له يا رب قلبي وجعني على أولادك. بصيت لقيت ماريمينا العجيبي بيقول جنبي يا رب قلبي وجعني على أولادك. انا الحقيقه يعني زي ما بقول ايه، انا وقفت صلاه كده وببص على ماريمينا اللي راكع جنبي وبيصلي. لقيت حاجه عجيبه جدا حصلت. لقيت ماريمينا قام، وكان في ملاك واقف، وانا قمت وقفت لان المنظر كان عجيب قوي. فعلا اسمه ماريمينا العجيبي وهو عجيبي. انا مش هحكي لكم الحكايه النهارده، مش هقول لكم ايه اللي حصل مع ماريمينا، هحكيها لكم المره الجايه، لان
هي دي الكنيسة الجديدة، وطبعا كان في رسالة من مرمينا وعايزني أوصلها للناس. بس عمل حاجة عجيبة جدا، يعني أنا يمكن لحد النهاردة مش مستوعبة اللي عمله مرمينا في اليوم ده. اسمحوا لي هوقف لحد كده عشان الوقت بتاعنا خلص، بعمل كل جزء حوالي 30 دقيقة. أرفعك أسبحك أباركك أشكرك يا إلهي العظيم، أمجد اسمك القدوس، أسجد عند موطئ قدميك، لأنك إلهي العظيم القدوس، قدوس 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 الرب الإله القادر على كل شيء، الذي كان والكائن والآتي. هزود النهاردة وهقول قدوس 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 رب الصباؤوت، السماء والأرض مملوءتان من مجدك وكرامتك، لك الملك والقوة والمجد والبركة والعزة. وهزود والكرامة والسلطان من الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور، أمين.